انا واش كاين؟ واش درت؟ ما تعرفي واش كاين؟ معليش معليش. السلام عليكم. عليكم السلام. واش عملتي؟ واش عملتي؟ جاوبي باباك واش عملتي سونيا؟ ما درت حتى حاجه، ما درت حتى حاجه. او يهضر معايا تهضري. ما درت حتى حاجه. بصح نروح معاها نجي نشوف. خلينا نروح معاها. لا 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 وليدي لا لا من بعد. سونيا ماما ما تخافيش، ما درت حتى حاجه. هيا بنتي شويه هكذا. هيا امشي امشي معي. اوكي تشوفي شفتي وجه التبهدايه اللي جبتيهم وشهم يديروا؟ ها؟ قسم بالله لو كان نلقاها ما دارت غير نقتلها اليوم. اسكت رياض، برك من هاد الهضره الزايده هذه. اطلع لبيتك. هيا. قولي لي هذه هي الحريه اللي تحوس عليها؟ ها؟ لو كان واحد من صحابي يشوفها في بوست بوليس واش يقول علينا؟ نبيل ما تزيدش عليا، اللي فيا يكفيني. انا بنتي ما دارت والو، هذا يكون كش واحد كش ما دار لها ولا تبلاها. واش كاتبه؟ سي توتا في نورمال لا بوليس تجي تحوس عليها. دوك نشوفوا مع كريم واش كاين. الو كريم، قل لي مازالها في التحقيق؟ اه بابا. لا لا معنا باليش، ممنوع على اي واحد يعرف حتى يكمل التحقيق. اه شنو هذا؟ ما حاجه كبيره هادي ولا السنه كي تخرج جمال مازالها الداخل. قل لي مازالهم يطولوا معها؟ خير تخرج راني نعيط لك ونقول لك واش كاين، وانت ما تهدنوا. صح مازالها في التحقيق. ربيتي بساعة الخير. وشنا هاد المصيبة هذي؟ عمي حسين سونيا كاين مش كاين؟ أبا ليش عمل رأي داخل نسلنا فيها. تفضلي معنا. روحي بنتي روحي. كريم كش ما قالوا لك؟ علمي علمك. قعدي. خالتك تقول باللي طلبتي منها رقم ما تستعملوش، هي عطاتك واحد. اه صح هذا هو. اه هذا هو. دونك تعرفي باللي رقمها عندك عنده مده؟ اه صافي عندها عام ونص هو عندي. مازالو عندك؟ سالتك جاوبي. لا لا ولا بليش. انا عندي تليفون فيه اون سول بوس، دونك حطيتها داخل بورتموني. سومون كي كنت حنجبد الدراهم طاحت لي ما فقتش. علاش ما درتيش تصريح بالضايع ولا رحتي انت وبنت خالتك ولقتوها؟ ما جاتنيش في بالي. على بالك لابيس ديالك ولقيناها في موبيل جاني البارح، صارت سرقه مات فيها بوليسي قدام لقينا بورتاب في لابيس ديالك انسا. اذا عندكم اقوال ضيفوها تفيدنا في القضيه. تفضلوا. القضيه ماهيش سهله، هذه جريمه قتل راح ضحيتها شرطي. انا صح لابيس مكتوبه على اسمي، بصح عندي عام ونص ما استعملتهاش، عطيتها لك ليك. كانت عندي واستعملتها بصح تبحرت لي كيما قلت لك. لا عندكم اقوال ضيفوها؟ تفضلوا.
ما عندكمش؟ كل واحدة تعطيني فيكم لكارت ايدونتيتي تاعها. يا ربي يا ربي ياسمين، واش صرا واش صرا لاختك رياض؟ قادك دوختني بابا. علاش غرق التليفون ديالو؟ ياسمين قولي لي، قولي لي الصح، اش مراكي مخبيه عليا؟ انا نهضر معاك بابا، علاش غرق التليفون ديالو؟ على باليش يما، ماني مخبيه عليك والو. مالا واش صرا؟ علاش راهي خايفه؟ واش دارت؟ ولكن ما توسوسي في روحك يا يما. كيفاش ما توسوسش ياسمين؟ معليش ان شاء الله خير. وين راه الخير اللي راكم تهضروا عليه؟ وين راه اختي؟ انا عند لابوليس يما، عبك تبهدله اللي دارتها لي. كش راح نوري وجهي قدامهم لابوليس تاع الدوزيام كامل صحابي. هذا واش همك انت؟ صحابك والجيران اختك؟ إيه. لالا هذاك واش همني؟ ايه وحسابها كي تجي الدار معايا كبير، اقسم بالله غير تخلصها غاليه. رياض بالك شبه تعمل؟ اه راح نشوف بابا واش داير فيها ودوك نولي. اوف استغفر الله. جا الوقت يا بنتي، جا الوقت. مانيش مهمني جعفر، قلق شنو هاك؟ وجدت كل شيء وغير نخرجوا من هنا ننسى الحكايه. ودك تشوف غير يلقوه ويديروا لوتوبسي يعرفوا باللي مات من موت ربي، واذا عاد على الضرب كاش واحد اغريسه برك. كيت فرها عيط لي رد بالك. يا بي طولو ابجد. روحي شوفي هنا لالا فاميلي واش درتي. خلاص بابا خلاص، يما طلعي هالبيتها غدوه صباح ونهضروا. خاطري انا ماما بابا دوك هنا فاهمك واش كاين.
بابا. حكيت لابيس هذه ما دخلتش في راسي، حاب نعرفها دوك. واش راك دير في بيتي؟ ما عندك ما دخلك. جيتي تحلي في فمك. لابوليس جاو يحوسوا عليك، وين نخرج؟ وين نخرج بهدلتيني؟ شحن وين وجهي قدام الناس؟ ها؟ أنا قلت لكم لا فيغيتي. ما حبيتش تمني، ما عندي ما ندير لك. خليني من حكاية لابوليس. كيفاش لقاو لابيس ديالك عند بوليسي؟ وزيد مقتول. نحي يدك ياسمين. ما تزيدش عليا. رياض. خلي أختك. رياض. يا أخي كنت خارج. واش جابك لعندها؟ بابا وين نخرج؟ وين نخرج؟ بهدلتني برا قدام لابوليس والجيران. قدام لابوليس والجيران؟ اختك ما دارت والو. روح روح وين مالفت. روح روح. القضيه نتاع اختك فرات، ما عندها حتى دخل. سونيا سونيا اش بك بنتي؟ دخلت ماما. دخلتي الخدم؟ دخلتي هذا مكان كنت رايح يدوز عليك الحال. تفكري يا بنتي لي من مديتيها؟ على خاطر من عندك ومن عند حبيبتك تولي مديتيها لكاش وحده من صحاباتك. ما تنساش بلي القضيه خطيره، المقتول شرطي وكان في خدمته. يا سونيا لازم ياسمين سي تبلي خلوني نريح، اللي عندي قلتها لكم خلاص. هاي ياسمين ارتاحي. سونيا بنتي ارتاحي. جعفر فريتها خلاص، فضوا نتلقى في البير. وش بك فوي؟ ما كان ولا روحتي. وي طارق وقتاش تجي؟ ايه لحقوني الكوارت. كيفاش نقول لهم هكذا وانا وحدي؟ عم بالك حيفرحوا بيا. يا نسيت المود النبوي تاعك. خلاص تاكو يسلمك.
وينك رايحة؟ لا فك لك كمل خوتي وصلك. لا لا تصحى نروح وحدين. قلت لك ما كانش الخروج فهمتي؟ ومن دار خالتك ما زديش تروحي ليها. علاش؟ يا كاني رايحة نقرا ووقتاش تاريت كريم والفي وصلني؟ أكيد سمعت كيف أنا عند بالي بهذا الشيء اللي صار خلاص اللي تاخذ الرأي بصح على حسب شنو نشوف سي بالكا. إيه وعلى سرقت ولا سرقت ولا قتلت شي واحد؟ عنده الحق باباك ما تخرجيش من الدار حتى تخلص لافير فهمتي؟ أنت تاني ماما علاش هكذا علاش؟ أنا وسونيا ما درنا حتى حاجة. وأنت بابا كون جيت بنتك تاع الصح تشك فيها كامل هاد الشيء. أنا نروح. شتي بنتك؟ أنا خلاص ما قدرتلهاش دبري راسك معاها. اقعد كمل قهوتك. إيما ودايش على بابا أو شوية مقلق برك وأنا نهضر مع أختي نتفاهم معها هكا إيما أش عم بيقال خير سونيا لابس لاتتها لكون راهي لحق خابك بلي معنيش مليح عندي عن غون بروبليم يرحم بابك اللي راكي دايره في راسك بلي هاني نستعمل لابوس نهضر بها مع طفله واحده اخرى غير نساي سقسيتك جاوبني وين حطيت لابوس بالعقل ما تزربيش لابوس ما على باليش وين حطيتها بالك راهي في الدار بالك راهي في لافارماسي نسيت هاني لاتي بالمشكل اللي عندي أمانة خليتها عندك ما بكش وراهي أي والله دو كلات أمانة كل شي خليتي عندي دراهم وصرفتهم ولا بك على لابوس نشيك ثلاثة هديك لابوس يعني لابوليس لابوليس أسمعوا شاكي تهضري وش دا لابوس لابوليس قوال بوخطة بتاع واحد لقتل بوليسي اللي كان معاشي هاب طنكوزة كم حصلتون أنا وأمل ديك على بالك ديك ديالها لابوس حق الخالي درتو فيا اصبري سونيا خليني نفهمك عندك ما تفهمني جالي تعرف واش دير ما تعيطلي ما تحوس عليا حتى تخلص هاد لافير شكي فيا سونيا كاين حاجة مقبها عليا واش كاين؟ ما كان والو غير الخير لقاو برك محسن محسن الجار اللي مات عندنا حاولت عليك درك عم بالك شو يسنى فينا عم بالك شحال يسرى ما يسرى والو قلقش روحك احنا ما عندنا اي علاقه في هاد لافير كان يخدم عندي جعفر ايه من بعد كان يخدم عندك نورمال مات كجو لابوليسي سقسوك قولهم كان نعم الراجل وعمري ما شفت من عنده مشاكل وماذا بيك تسقسيهم باش مات هكا باش ما يشكوش فينا ميرو مضروب بزاف نورمال
وهو معدي في الطريق أجري سوا. ما عندنا أي علاقة في هذه القضية. معلش قولي هذوك اللي قتلوا مرتك حكموهم؟ ايه حكموهم وراهم في الحبس. يعني حاسس باللي كان النار مازال شاعله في قلبك من جهتهم. النار اللي في قلبي جامي تدفع. احتاجني؟ تصرف بروحك. حتى ناحبها تبقى شعلة. مش أنا نأمر وانت تطبق يا جعفر. طبق وبرك. مازالك زعفان عليا؟ ما كان لنا نهضروا في اللي صرا. صح قولي لي فكرتي من بحرتي لا بيسو موا بابا لقاها سبب باش ما نخلينيش نخرج. ماشي انا اللي بحرتها. شكون اللي بحرها؟ خالد. كيفاش هذه سونيا انا عطيتها لك باش تهضري بها معاه؟ كيفاش العقد اللي عنده؟ سيتها في بوختة بتاعه. قالوا لك بلي زيدوا يعيطوا لك. شو يزيدوا يعيطوا لي؟ باسكو انا راضي عني على استعملتها. ماشي انت خالد. اما سيتو بلي خلي خالد بعيد. باسكو انا كذبت عليهم قلت لهم بك انا اللي بحرتها. اش راكي ديري سونيا؟ ها؟ راكي حسلتي روحك وخالد معاك. واش حسبت لك واعره؟ يجبدوا التليفون يحوسوا كاع في الغيبيرتوار عيطوا لهم ويلحقوا لعندو. هذا ما كان وانت تولي اكوزي بوغ ان فو تيمونياج. راكي حابه هكذا؟ صح بيان سور صح. ايه علاش كذبتي؟ علاش السيد خلاص مات وخالد هذا زعما تولي في كونفيونس اس بوان؟ لا لا امل خالد ما عنده ما دخلو. عباك سونيا كنت جيت في بلاصتك نقول كل شيء. راكي حاط باصي فهمتي؟ خلني شوية. كيفاش لحقنا ليها؟ لابيس تاعي لقاوها عند واحد قتل بوليس. اهلا كريم. اهلا واش راك يا وليدي؟ لاباس الحمد لله. تفضل. تفضلك. يا الهي واش راكم؟ واش راهي جملتكم والعائله راهم ملاح؟ الحمد لله. الحمد لله يا وليدي. ربي يسلم عليك بابا. ها الله يسلمك الكثير ليك. كان راح يجي معايا لكن انا قلت له روح وحدي. يا وما بعد يدي سهل ربي راه يجي ان شاء الله يا وليدي. ان شاء الله خير ان شاء الله يا وليدي. لا لا خير يعني في الحقيقة راني قصدك وناوي يناسبك عمي حسين. تناسبني؟ يا وليدي تناسبني في من؟ في ياسمين. آه في ياسمين. اسمح لي بلاك جد بلا علمك. لا لا يا وليدي لا لا الدار دارك يا رانا من عائلة واحدة. واش القضية نتاع ماذا بيا حتى نتهناو من سونيا؟ قضية نتاعها مع اختك امل ومن بعد نشوفوا ياسمين ونشوفوا الرد نتاعها وما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا مالا جي معايا بابا ويما. مرحبا بكم. قلت لك الدار داركم. هيا وليدي اشرب قهوه راهي بردت. بسم الله.
بصحتك. الله يسلمك. وي لبنى، لا لا ما نسيتكش، بصح كيما وصيتك انا ما نطولش. هيا داكوغ سالي لميا. اي ماما. على بالي بنتي راه ضيق خاطرك، كي تخرجي من الجامعه روحي حبسي شويه مع حبيباتك. معليش ان شاء الله ماما. دفاسون جو با الشوا لبنى، غير نخرجوا من لافاك ديريكتمون دي لي شامبيك، جو با الشوا. ايما مدام هكذا انا تنجيب لك شويه دراهم وتشري انت ثاني الحوايج. لا لا ماما دراهم عندي، اون بلوس ماش حابه نشيقش. بون انا نروح نخليك توت الوغ. توت الوغ. سلامة بنتي. باي باي ماما. ياسمين. خير بابا. خير يعيشك يا بنتي. شوفي يا بنتي ياسمين، هاو جولت خالتك كريم وخطبك مني وانا قبلت ولازم تسمحها منك. قبلت؟ بصح بابا. وهذا كريم جا خطبني وختو في محنة، ما خممش عليها؟ انا هضرت معاه وفهمته، وهو ثاني ما غلطش باش نغلق في وجهه الباب. يما واش اسمي؟ ما عندك ما تقول. انا وانتي من بعد عليها. الحاجه اللي انا حيرثني كيفاش لابيس ديالي لحقت لواحد مافيا كيما هذا. خالد ما على باليش، انا اللي شافي باللي خليتها في التيروار تاع لا فارماسي، لازم نخبر لابوليس. لا لا خالد نوصيك على حاجه برك، راح تفتح باب كبير عليا وعليك وتمك نحصلو. ما عندي على وين نخاف، هدي روح بوليسي تقتل، لقاو بوليس مقتول ولحبهم فيها دراهم كبار بزاف باش تباع، هاد الناس ما يخافوش ربي، ما عندهم ني ديني من لا. حنا واش دخلنا في الناس خالد؟ حنا لازم نبعدوا على القضيه وخلاص. تراك تحلم ولا راك مدوخ؟ هاد القضيه رانا فيها لسول، سورتو انت، انت اللي كنت معاهم. بصح انا لازم نخبر لابوليس باش تعرف بلي لابيس سرقت من عندي من حانوت. خالد راني فهمت، ما تقلقش روحك، يتسمى على جال وحده راك حاب تبيع وليد عمك، فيما راح يشكو فيا انا ولا انا اللي كنت معاهم ديك الليله. خالد الشرطه راح تدخلني للحبس، زيد خمم شويه. ولا مي راني عايش عندك راح كل مره تكسر لي راسي على جال هاد الحكايه، ما تقلقش روحك، ريح نريح ونروح من هنا هكذاك خير. شاب راك تخلط، هادي الدار دارك انت وليد عمي، اقعد كيما تحب، ما تخلطش القضيه مع السكنه. باش نهني روحي ونهنيك. راك تخلط بزاف، زيد خمم شويه. فوش تخمم؟ شوف نعطيك من الغدوه ان شاء الله العشيه، الا كاش حاجه راك مخبيها علي قولها لي من دوك باش نفريوها، بس كان لابوليس لازم نخبرهم، لازم تعرف لابوليس بهاد لافير. دقيقة نشوف شكون. تفضل مرحبا بك. تفضلك يعطيك الصحة. وشي هذا؟ خويا. حبيبي شراك. عندي غيبة يا صاحبي. تريح روحك، دير روحك راك في داركم، انا ليليا نجيب لك الدواء ونجي. بصح يدخل. سمع
انا جيت لهنا حبت بصينا ولا كيفاه؟ نحي يدك، انا هكذا باش نشك فيا حتى واحد. اسمع السلعه ديالي ترجع حالي ولا تعطيني سمتها الدرك، على بالي بلي راه عندك. ها السلعه ديالك على بالي عندنا راهي فهمت، وراح يسر بها لكاع الناس وانا راني معاه. لافوت ديالك انت اللي تخش اللي في راس طايح لي مهبول، لو كان بعتها لي راه ما كان في جيبك. يتسمى راك حبهم وما يعيشوا في النعيم وحنا يدونا للحبس. كل ما زيدوا الصبر شويه ها ونقول لك يرجعوا لي الدرك خير. ها هو لا هذه ما تعاودهاش، انا تاني راني محتاج دراهم والدنيا كاع راهي تسالي. خفك درك زيد درك، يلا خف روحك خلي الدرك يجي، خف روحك خف. شهاب السلعه عندنا راهي، السلعه عندنا راهي، راهي عندي. ومن بعد السلعه راهي عندي، انا اللي ندي سيدي ماشي انت اللي ندي سيدي فهمت. ياسمين نقدر نهضر معاك؟ خير يما. ياسمين نقدروا نهضروا على كريم؟ مالها صحيح ما نقولها لكم دوكا، مانيش حابه نتزوج. وعلاش؟ واش يخصو كريم؟ شوف يما انا ماشي تغلطت وقريت باش غير نرجع لهنا نتزوج ونحكم الدار. كريم ما شكيتش بلي راه ما راحش يخليك تخدمي، شكون يخليك تخدمي؟ وتاني علاش تخدمي؟ كريم عنده كل شيء بزياده، مرفه شباب قاري وليد عائله وليد خالتك، واش تزيد اكثر؟ ما نحب تقدرش نزوج بيه. امال بنت خالت سونيا. امال واش راكي لاباس؟ مانيش مليحه خالت. على بالي لا غير ديزولي بور لا ديرنيير فوا، والله سامحينا. انت على كل حال ما عندك حتى دخل امال. معليش خالد نسحقك، لازم نشوفك نهضر معك. ماما انا مادا بيا نشوفك. غدوه عندي تيدي على 9، تقدر تجي تديني من لافاك؟
افيك بليزير، غدوة ان شاء الله اسمح نعيط لك. صح. بدلت لي سيغور هكذا ما يجي شي حب ما يدخل ما يتوسو سارة. الظلم سلطان جرد الإنسان